نائبة عمدة مدينة أديس أبابا تفتتح مركزا لتغذية المحتاجين في العاصمة أديس أبابا. الجيش التشادي يرفع حظر التجوال المسائي ويشكل حكومة انتقالية. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. افتتحت نائبة عمدة العاصمة أديس أبابا داني شبيبي مركز تسفى برهان لتغذية المحتاجين في مدينة أديس أبابا. كما احتفلت نائبة عمدة المدينة بعيد الفصح مع شرائح المجتمع الأقل دخلا في المدينة. وقالت نائبة عمدة المدينة إن المركز الذي بدأ عمله رسمياً اليوم يعتبر مشروعاً ناجحاً. وفقاً لأدان الشبيبي فإن الإدارة تعمل بالتعاون مع الفنادق والمؤسسات الكبرى بما في ذلك جامعة أديس أبابا لتنظيم مراكز التغذية في 5 مدن فرعية خاصة في وسط العاصمة. وقالت إننا نود أن نشكر كل من ساهم في إنشاء مراكز التغذية نيابة عن إدارة المدينة. ووفقا لإدارة مدينة أديس أبابا فإن مركز التغذية تسفى برهان الذي تم افتتاحه في أديس أبابا يخلق فرص عمل ل28 أما وسيستفيد منه ما يصل من 1000 شخص من المحتاجين. تبرع المغتربون الإثيوبيون من إقليم الصومال الإثيوبي بمعدات طبية مختلفة بقيمة 3 ملايين بر إلى مستشفى وردير العام بإقليم الصومال الإثيوبي. ويشمل الدعم عددا من الأجهزة الطبية الحديثة والمراتب والمستلزمات الطبية الأخرى. وبحسب الدكتور أحمد دقي آدم المدير العام للمستشفى فإن المعدات الطبية ستلعب دورا مهما لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمستشفى وجعلها أكثر كفاءة وفي متناول المجتمع المحلي. من جانبه شكر مدير منطقة دولو عبد الشكور حاشي المنتدى الخيري للمغتربين ومنظمة كرامة على دعمها للمستشفى العام بالمنطقة، ودعا المنظمات والجمعيات الأخرى إلى أن تحذو حذو جمعيات المغتربين والمشاركة في تطوير البنية التحتية الجارية في المنطقة. صنفت منظمة يو اس نيوز جلوبال جامعة أديس أبابا الجامعة 10 في إفريقيا من حيث الأداء. ووفقا ليو اس نيوز جلوبال هذا العام تحتل الجامعة المرتبة 10 بين الجامعات الإفريقية والأكبر في شرق إفريقيا، وتحتل المرتبة 553 في العالم. وفي العام الماضي احتلت الجامعة وفقا لتصنيف نيوز جلوبال المرتبة 2 بين جامعات شرق إفريقيا والمرتبة 616 على مستوى العالم. حصلت القوات الإفريقية المرابطة في الصومال المعروفة بالأمسيوم على جوائز تقديرية لمساهمتها في إحلال السلام والاستقرار في الصومال. وقالت الأمسيوم إن الجائزة تهدف إلى الاعتراف بمساهمة القوات الإثيوبية في جهود ضمان السلام والاستقرار في البلاد حيث أقامت خلال مدة 1 و6 أشهر في الصومال. وانضمت القوات الإثيوبية إلى جيبوتي والقوات الصومالية في حملة عسكرية لمكافحة حركة الشباب الصومالية. وشكر العقيد عبد الرحمن حريض قائد القوات المسلحة الجيبوتية في بعثات الاتحاد الإفريقي في الصومال القوات الإفريقية الإثيوبية على مساهمتها في تحقيق أمن الصومال، كما أشاد بالجنود الإثيوبيين الذين بذلوا جهودهم من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الصومال. قال المدير العام للسياحة في إثيوبيا سيلا شيغيرما إن الحكومة الإثيوبية تعمل على تطوير القطاع السياحي وعوامل الجذب في أعقاب الإصلاح التي تم إجراؤها على المستوى الوطني.
وأوضح المدير بأن العمل جار في تطوير متنزه غريغورا بأقليم الأمهرة وبحر دار وينشي بأوروميا وبحيرات كوشا بالجنوب. وقال إننا لقد أثبتنا أن إثيوبيا يمكنها استخدام مواردها للتوسع في السوق الإفريقية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على جعل البلاد نموذجا في إفريقيا من خلال جعلها وجهة سياحية مفضلة. وقال إن الاستعدادات جارية لتدريب العاملين في القطاع لتمكين البلاد من المنافسة في السوق السياحية الدولية. قام وفد كبير من المسؤولين من جنوب إفريقيا بقطاعات التصنيع والتعدين والمنسوجات بزيارة ميدانية إلى إثيوبيا. كما أجرى الوفد مشاورات مع كبار المسؤولين في مختلف الوزارات والمؤسسات الأخرى حول فرص الاستثمار في إثيوبيا وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من السفارة الإثيوبية في جنوب إفريقيا، فقد قام ممثلو الشركات بزيارة ميدانية بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة في إثيوبيا. عقدت السفارة الإثيوبية في رواندا ندوة افتراضية تتناول الأوضاع الاستثمارية في البلاد بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوفير المعلومات الأساسية والضرورية للشركات الرواندية والإندونيسية المهتمة بالاستثمار في إثيوبيا. وبحسب السفارة الإثيوبية فقد كانت الندوة مثمرة وناجحة. في جولة قامت بها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي القسم العربي مع أحد رواد المطاعم العربية في إثيوبيا، ذكر السيد عبد الكريم الخياطي مراسل قناة الجزيرة أن المطاعم العربية في العاصمة أديس أبابا تجد قبولا كبيرا، وأن الأكلات المتنوعة تجمع الجميع على مائدة واحدة. أحرص دوما أن أفطر في هذا المطعم، يعني أحرص على المطاعم اليمنية وأكلها، لذلك جئت رغم المطار ورغم أني تأخرت. صحيح أنه تأثرت المطاعم اليمنية بكوفيد، لكن تأثير بسيط جدا، الناس عندهم إقبال كبير على الحضور إلى هذه المطاعم. أكلاتها تبدو مختلفة، لذيذة، فيها تنوع. الشيء المدهش أيضا أنه لم تعد هذه المطاعم مقتصرة على زبائن يمنيين أو عرب، الأثيوبيين يعني يملؤون المطاعم ويسبقون العرب في التواجد داخل هذه المطاعم. أنا أحب الأكلات الأثيوبية، لكن في رمضان بالذات هناك حنين للماضي للأكلات في بلادي، لذلك أجدها في مطاعم زي هذه. أحرص دوما على الحضور في وقت مبكر حتى أستطيع أن أحجز طاولة. كما تحدث عن وجود أوجه للشبه بين الثقافات والأكلات الإثيوبية واليمنية. أي يمني، أي مواطن يمني حين يأتي إلى إثيوبيا يشعر أنه داخل بلده. هناك تشابه كبير في كل شيء. أنا أمي تصنع الأنجيرة، بلدنا مشابه لإثيوبيا، لذلك لا أشعر أني في بلد مختلف. هذه الأجواء، هذا المناخ مشابه لبلادي، خاصة صنعاء والمحافظات التي بجوارها. أشعر بحميمية، الشعب الإثيوبي شعب فريندلي أو شعب حميمي، لا يتعامل مع الأجانب كأنهم أجانب، يتعامل كأنهم إثيوبيين، لذلك لا أشعر بالغربة. المطاعم اليمنية داخل إثيوبيا سهلت المسألة أيضا بالنسبة لي أنا كمغترب عن بلدي 7 سنوات، أشعر أني داخل بلدي، خاصة أنه أيضا المطاعم اليمنية تعطيك أجواء بلدك. إثيوبيا مسهلة أشياء كثيرة. أنا كصحفي، يعني أنا من الصحفيين العرب القلائل الموجودين في إثيوبيا، أشعر أني داخل بلدي وأشعر أنه بالتعاطف مع إثيوبيا وأحبها بشكل كبير، أشعر أنه جزء مني موجود داخل هذا البلد. في لقاء حصري أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي القسم العربي في إحدى المناسبات عن العلاقات
الإثيوبية السعودية. تحدث سعادة السفير سامي الجميل سفير المملكة العربية السعودية عن علاقة إثيوبيا بالجزيرة العربية، معتبرا أنها علاقة قديمة وأزلية. طبعا العلاقات إثيوبيا بالجزيرة العربية ومن ثم بالمملكة العربية السعودية علاقات أزلية، مثل ما تحدثت في سؤالك، بدأت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنذ بداية الرسالة الإسلامية، واستمرت والحمد لله لأكثر من 1400 عام. طبعا إثيوبيا هي دار الهجرتين، أو الحبشة هي دار الهجرتين، هاجروا لها المسلمين، ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقة ما بين المسلمين في الجزيرة العربية، والحمد لله في الشعب الأثيوبي المضياف الذي استقبل المسلمين عند هجرتهم. في جولة قامت بها كاميرات القسم العربي بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي في أحد الأماكن العامة، ذكر السيد محمد الحاج من الأردن عن إعجابه بدولة إثيوبيا وتعدد الديانات وجود التسامح الديني. يعني رمضان له طابع جميل جدا في إثيوبيا، خصوصا الجالية المسلمة، يعني تشعر في الأجواء الرمضانية كأنها دولة إسلامية، خصوصا أن المسلمين والمسيحيين في هناك تجانس بينهما، وأيضا الجالي المسيحيين في إثيوبيا عندهم صيام بهذا الشهر، فيعني سبحان الله في توافق بين الإسلام والمسيح في أو المسيحيين في هذا البلد الجميل. كما تحدث أن الصيام في إثيوبيا له طابع متميز. اسمي محمد الحاج حسين، سبب زيارتي لإثيوبيا هي للعمل. إثيوبيا هي بلد يعني كبيرة جدا، فيها الكثير من التعدد في الديانات، الديانة المسيحية والديانة الإسلام، وديانة الإسلام موجودة بشكل يعني ظاهر وجلي للناس. يعني اللي يأتي إلى إثيوبيا في النظر الأولى، يعني أعتقد أنها دولة أفريقية لا يوجد فيها مقومات حياة، ولكن يعني إثيوبيا من البلاد الجميلة جدا اللي أنصح كل فرد يأتي ويزورها. فيها يعني فيها الشعب الإثيوبي شعب طيب، ويعني يكفي أنهم أحفاد سيدنا بلال الحبشي. أعلن المجلس العسكري في تشاد يوم أمس الأحد تشكيل حكومة انتقالية ضمت 40 وزيراً ونائب وزير بينهم أعضاء من المعارضة، وذلك بعد أسبوعين على وفاة الرئيس إدريس ديبي إنتو وتولي نجله محمد الحكم. وظلت معظم الوزارات السيادية في أيدي حزب الرئيس الراحل حركة الإنقاذ الوطني بحسب التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها والتي أعلن عنها متحدث باسم الجيش عبر التلفزيون الرسمي. ومنذ تولي الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري، ضم إليه 14 جنرالاً آخراً غداة الوفاة المفاجئة لرئيس البلاد، تتهم المعارضة والمجتمع المدني الجنرال البالغ من العمر 37 عاماً بتنفيذ انقلاب مؤسسي بهدف إرساء خلافة عائلية بعد 30 عاماً من استئثار والده بالسلطة. لكن أبرز معارضي الرئيس الراحل صالح كيبازبو أعلن الأحد اعترافه بسلطة المجلس العسكري الذي عين اثنين من قادة حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد عضوين في الحكومة الانتقالية، وكلت إلى إحداهما حقيبة الثروة الحيوانية، في حين عين الثاني سكرتيراً عاماً مساعداً للحكومة.